لا ايش بدك تشوفيه؟ هو طلع من العملية، لازم اشوفك كل 3 ساعات. اتمنى انه ما صارش عنده التهاب وعملوا فحوصات. انتوا عم تعطوه المدة الحيوي اللي خليت لكم اياه؟ شيرين، فيش عندي وقت اكون ممرضة، هو منيح. يمكن عنده شوية سخونة. هم يعني التهاب. والتهاب يمكن أدي لهبوط ضغط الدم. هذا خطر على حياته. إذا بتكشي يموت من إيديك خليني أشوفه.